السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التمرين الثالث من سلسلة التفكير البرمجي، وهذا التمرين كذلك يعتبر سهلا للمبتدئين. أول شيء سأقوم يعني بقراءة عليكم التمرين، وسنقوم بتحليله وإن شاء الله نجد الحل. التمرين يقول: يقوم المستخدم بإدخال جملة ثم يدخل حرف، فيقوم السكريبت بإعطائه كم تم تكرار ذلك الحرف داخل الجملة. يعني المستخدم سيقوم بإدخال سترينج، يعني جملة كيف كانت، ثم يقوم بإدخال مرة أخرى حرف، ثم السكريبت يعطيه مثلا هذا الحرف كم مرة يوجد داخل هذا السترينج أو هذه الجملة التي قام بإدخالها. أوكي، يعني يقوم بتعداد الحرف داخل الجملة. إذا أول شيء كما ترون هنا، يقوم المستخدم بإدخال جملة. لدينا هنا متغير أول، يعني يجب أن نقوم بإنشاء متغير حتى يتم حفظ داخله الجملة، ثم يدخل حرف، يعني لدينا متغير آخر كذلك سيتم تخزين داخله هذا الحرف. أوكي، فيقوم سكريبت بإعطاء كم تم تكرار ذلك الحرف داخل الجملة، يعني تكرار. إذا تكرار تعني أننا سنقوم باستخدام اللوبس الحلقات، وكذلك سنستخدم كذلك داخل الحلقات الشروط، يعني سنقوم باستخدام الحلقات وبداخلها الشروط. إذا أول شيء سنقوم بإنشاء متغير الخاص بالجملة، سنعطي مثلا اسم اس وتعني سترينج، يساوي مثلا input مثلا enter string. اوكي، بهذا الشكل. يعني هنا سيقوم بإدخال المدخل الأول، ثم سنقوم بإنشاء متغير آخر l، يعني letter. يعني هنا سنقوم بتخزين حرف داخل هذا المتغير، إذا هو سيكون كذلك نوعه string، لأن ممكن أن يقوم مثلا بإدخال حرف أو رقم، يعني نحن فقط خصصنا حرف. input enter letter، على ما أظن هكذا تكتب. جيد، enter letter بهذا الشكل. اوكي، دعونا نقوم بالتشغيل. الآن مثلا سيقوم بإدخال hello world، ثم سيقوم بإدخال مثلا l، ثم سيتم إعطاؤه كم يوجد l داخل hello world. هنا سأقوم بوضع هنا نقطتين. أنا لست متأكدا من كلمة letter بالإنجليزية هكذا، لكن على ما أظن قد تكون صحيحة. أوكي، الآن أول شيء سنستخدم الفور، سنستخدم الفور على المتغير s. أوكي، إذا فور e، يعني سنقوم بإنشاء index n s، يعني هذا الindex سيمر على كل حرف أو على كل رمز أو على كل مسافة أو على كل رقم داخل، يعني هذا string داخل s، يقوم بالمرور على كل خانة بهذا المعنى. أوكي، for e in s مثلا print، سيقوم بطباعة ال e، لأن ال e سيأخذ قيمة كل حرف أو كل رقم مثلا. أوكي، إذا دعونا الآن نقوم بالتجريب مثلا hello world، ثم حرف ال l كما ترون، يعني ال h o l l o. اوكي، جيد، يعني يقوم ب يعني ب بتفريق الحروف فيما بينها بهذا الشكل. الان سنقوم بوضع ال f. f يعني اذا كان مثلا هذا المتغير الذي اعطيناه اسم l يساوي هذا الاندكس الذي ياخذ في الاول h، فسيقوم باعطاء count، account يعني account. اوكي، عدد بهذا الشكل. لكن قبل هذا يجب أن نقوم هنا بوضع متغير اسمه count. count، أوكي، هو العدد، سيبدأ من واحد، يعني سأعطي القيمة الأولية واحد. كلما يعني الآن سنقوم بوضع الشروط، سنقوم بحذف هذا. الآن وضعنا الحلقة 4، ثم سنقوم بوضع داخلها if شرط، يعني أوتوماتيكيا ما أن يكون يعني ال L المتغير L يساوي ال index E، سيتم إضافة واحد إلى ال count. أتمنى أن تكونوا فهمتوا هذا جيدا. if e هي المتغير e يساوي، نقوم بوضع يساوي مرتين، وهذا شرحنا، يعني يساوي مرتين فتوضع داخل الشرط، يساوي ال l يعني ال letter، ماذا سيحدث؟ سيتم يعني إضافة واحد لل count زائد يساوي واحد بهذا الشكل. else، الآن سنقوم بوضع else. إذا لم يكن يساوي يعني letter لا يساوي index، فهنا سيقوم ب continue، يعني أكمل، لن يحدث أي شيء. continue
بهذا الشكل. دعنا أن نقوم بالجريب أولا. قبل هذا يجب أن يتم طباعة، ثم سنخرج من الفور ونخرج من الشرط. سنعود إلى السطر، سيتم طباعة برانت. أوكي، برانت بهذا الشكل. سيتم طباعة الحرف والعدد والكاونت بجانبه، يعني هذا الحرف يوجد مثلا 5 مرات، 6 مرات، 7 مرات. الحرف هو داخل المتغير L، ثم هنا فاصلة الكاونت. أوكي، دعنا الآن نقوم بالجريب. بس سأقوم بإدخال هيلو فقط، ثم حرف ال L. قال لي هنا يوجد 3 مرات ولدينا فقط مرتين. إذا يجب يعني أن نبدأ من الصفر، يبدأ أن نبدأ من الصفر ليس واحد، يعني لأننا إذا بدأنا بالواحد يعني أنه يوجد مرة واحدة على الأقل، لكن يجب أن نضع صفر. ممكن أن هذا الحرف لا يوجد أبدا داخل الجملة. أوكي، جيد، هنا فقط يجب أن أقوم بوضع. أوكي جيد، نقوم بإعادة هيلو. كم يوجد حرف ال L داخل هيلو؟ كما ترون قام بطباعة L يوجد مرتين. جيد، سنقوم بإعادة هيلو وورلد حرف ال L يوجد 3 مرات، لأنه يوجد في الوورلد مرة وفي الهيلو مرتين. طبعا أم نقوم بتجريب حرف آخر مثلا، مثلا ليماني حفيد، سنرى كم يوجد من حرف ال A. كما ترون مرتين، قام بطباعة مرتين، يعني ال A يوجد داخل ليماني حفيد مرتين. أوكي، هذا ما في الأمر يا إخوان. أتمنى أن أعجبكم هذا الشرح وهذا التمرين، يعني هذا تمرين بسيط جدا وسهل. قمنا باستخدام متغيران وقمنا باستخدام الفور، يعني الحلقات بداخلها الشروط. وإلى اللقاء.